السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا صغيرين في الحلمية كنا بنطلع رحلات جميلة جدا مع العيلة لأماكن مختلفة نتمتع فيها بجناين إلى آخره. أول واحدة كانت جنينة الحرية. جنينة الحرية كانت جنينة كبيرة موجودة ما بين كوبري الجلاء القريب من الجيزة ومحافظة الجيزة وكوبري قصر النيل اللي هو في التحرير. وكانت رحلة جميلة جدا جدا بنطلعها العيلة كلها كانت بتطلعها ومعنا بعض الأصحاب والجيران والعائلات الأخرى. وكنا بناخد أتوبيس اسمه أتوبيس نمرة 13 من أعتقد من القلعة علشان نروح بهناك. كانت تعتبر رحلة يعني رحلة ممتعة وناخد كلنا بقى بالأطفال معاهم يعني والدتي وإحنا وخالتي مثلا وجيراننا يعني كان مثلا في بتاع 10 15 أو 14 طفل كله بقى يشيل السندوتشات والسجاجيد اللي كانت معانا والملايات عشان نقعد عليها على الحشيش ولو كان في حلة محشي أو حاجة زي كده بناخدها معانا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ونروح هناك في جنينة الحرية نقعد بقى طول النهار. كنا نطلع من بيتنا الساعة 7 الصبحية علشان عبال ما نوصل تكون الساعة 8 9 لما بنمشي القلعة ومن القلعة ندخل الأتوبيس والأتوبيس نوصل لهناك ونقعد مع بعض نلعب بقى. شجر معمر كان موجود يعني شجر جميل جدا ومساحات خضراء جميلة جدا جدا. وللأسف لما أنا رحت قريبا يمكن كان من كام سنة كده لقيت إن نص الجنينة شال أصبح فنادق وأصبح مباني كده يعني ناس لا تحترم الجمال بتاع الخضرة وتحترم ان جنينة الحرية دي ممكن تكون هي احد الرئات اللي يتنفس منها الشعب المصري الهواء الجميل في القاهرة. دي كان احد الرحلات. الرحلة التانية برضه كنا نروح القناطر. القناطر الخيرية اللي عملها محمد علي مثلا من 200-300 سنة اللي كان اصلا 400 فدان في خارج القاهرة. لكن حاليا تحولت القناطر انها برضك نفس المشكلة. بيوت وفيلا للمسؤولين وغير المسؤولين واللي كذا واللي كذا واللي كذا. فتحول هذا المكان الجميل اللي كان بيعتبر بالنسبة لنا تنفس ونزهة جميلة جدا 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 إلى ما نراه اليوم معنا. الرحلة الممتعة التانية اللي احنا كنا بنعملها اللي هو رحلة قلعة صلاح الدين وان احنا بنصلي في المسجد فوق وبنزور حاجة اسمها المتحف الحربي وبنزور حاجة اسمها يا سيدي أو يا ستي اللي هو قصر الجوهرة. فكنا بنطلع بقى دي مشي من الحلمية من عندنا لغاية نطلع شارع محمد علي ومن شارع محمد علي نطلع على المضفر ونطلع فيه كده هضبة ونطلع فيها لغاية ما نوصل فوق خالص ونخش في المتحف. متحف الحرب ده هو فيه تاريخ الحروب اللي مصر خدتها من يعني مئات السنين من حتى في بعضهم حتى من ايه من ايام الفراعنة كذلك. وكنا بنشوف ونتفرج على التماثيل ونتفرج على البنادق ونتفرج على الخناجر ونتفرج على المسدسات والمدافع الى اخره. نخرج من هناك في حاجه اسمها قصر الجوهره. قصر الجوهره ده فيه مقتنيات الملوك والامراء اللي كانوا في مصر. كان قصر جميل جدا جدا جنب اللي هو المتحف الحربي وكانت كل الحاجات دي كانت يعني ما بندفعش عليها فلوس مش فاكر ندفع فلوس ولا ما ندفعش فلوس. وتشوف مثلا الكرسي اللي كان بيقعد عليه محمد علي باشا وكان اولاده واحفاده والملوك والى اخره الى اخره الى اخره. غير كده هو بقى نخرج بقى من قصر الجوهره. في قصر الجوهره دي والقلعه كانت اعلى حته في القاهره في نفس الوقت ده. نحط فيه برج كده نقعد جنبه وفي سور عالي جدا نقعد نتفرج على القاهره كلها في الوقت ده خاصه القاهره الفاطميه القاهره القديمه ونشوف بقى الشوارع بتاعتنا نشوف شارع محمد علي ونشوف جامع السلطان حسن ونشوف جامع اللي هو الرفاعي الى اخره الى اخره. فكانت طبعا رحله جميله جدا كنا احنا ناخدها احنا والاطفال زمايلنا نمشيها ونرجع بقى نحكي للوالد والوالدة وازاي تمتعنا وشفنا الأسلحة وشفنا الجواهر وشفنا الكراسي بتاعت محمد علي الى اخر الى اخر. في كنا حاجة بنعملها كل يوم جمعة او كل يعني مش كل يوم جمعة كنا يعني كان في ماتشات بتتعمل في حتة اسمها المضفر. والمضفر دي لو انتم فاكرين في شارع محمد علي وراه في ساحة واسعة كبيرة مفتوحة وكانوا الولاد يلعبوا فيها كرة شراب وكنت تلاقي فيها عشرات ان لم يكن مئات الاطفال قاعدين بيتفرجوا على الفرق اللي عاملين دوري لنفسهم في المضفر في شارع في خلف اللي هو جامع السلطان حسن وجامع الرفاعي.
الحاجة الممتعة التانية اللي أنا كنت بتمتع بيها اللي هي زيارات الأقارب، خاصة لما أنزل درب الأحمر ودرب شغلان وزرع النوى والحاجات دي، دي تعتبر فسحة جميلة جدا لأنها بتاخدني في تاريخ آخر، يعلمني صلة الرحم ويعلمني القصص اللي كان بتقال هناك ويعلمني مين هم قرايبي، ويمشيني في شوارع يمكن عمر الواحد فيهم مثلا 500 سنة أو 1000 سنة، الدرب الأحمر كان تقريبا قرابة 1000 سنة عمره يعني. فتمشي ما بين الحارة دي اللي فيها الجامع الفلاني والحارة دي اللي فيها الجامع الفلاني والشارع ده اللي فيه كذا والشارع اللي فيه كذا، كان واحد بيشم ريحة التاريخ وهو ماشي من الحلمية اللي هي كان عمرها تقريبا 200 سنة إلى منطقة الدرب الأحمر اللي هي عمرها قرابة 1000 سنة. وطبعا دي الشوارع دي أقدم بكتير جدا من دول تعتبر نفسها دول عظمى دلوقتي. فطبعا الأشياء دي كانت رحلات ممتعة جدا بالنسبة لي، سواء كان القناطر أو سواء كان جنينة الحرية أو سواء اللي هو المتحف الحربي وقصر الجوهرة أو اللي هو زيارة الأقارب والأهل في فاطمة النبوية بقى وزرع النوى وكل حاجة. كان في منطقة اسمها فاطمة النبوية برضك لنا قرايب فيها، كنا بنروح نزور فيها قرايبنا، تبقى أنت ماشي شامم ريحة جميلة من تاريخ عظيم لهذه الأحياء. جزاكم الله خير، وإذا عجبكم الفيديو برجاء أنكم تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم. والسلام عليكم.